يا حبيبتي يا فرح، أنا بورطة، أنا بورطة كبيرة، وأنت مو حاسة بهذا الشيء. بتعرفي البيت والسيارة والوظيفة بلحظة واحدة، بلحظة واحدة بينسحبوا مني كله. كيف يعني ينسحبوا منك؟ مو أنت قايل لي إنه علاقتك بصاحبة الشغل كتير منيحة، وإنه هي كتير مقدرة شغلك ومحترمتك؟ أنا مو مشكلتي معها، أنا مشكلتي مع أخو جوزها المرحوم. ما هو شريكة النص بالنص، عرفتي شو؟ هو بيكرهني، ما بيطيقني، ناطرني على غلطة، وأنا إذا ما بنفذ بده إياه مو بس رح يقلعني من مكاني، رح يقلعني من المعمل كله. طيب وهي شو رأيها؟ هي شو رأيها؟ هي ما بتعرف اللي عم بيصير. إيه خلص لك، أنا خبرها وحطها بالصورة. يا حبيبتي كيف بدي خبرها وحطها بالصورة؟ ببساطة رح توقف معه، هو شريكة النص بالنص، أنا شو؟ أنا مجرد موظف. موظف بدك يعني جيب ولد على وظيفة ما بعرف إذا بتضل ولا لا. طيب وهلا شو بدك تعمل؟ ما بعرف، مشوش وخايف، خايف نرجع مثل قبل. هاد إذا رجعنا مثل قبل. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.